مأمن الله أو مأمن الله بمعنى ماء أو بركة من عند الله. مقبرة قديمة تقع قرب مدينة القدس وعلى بعد 2 كيلومترين من باب الخليل. تعتبر من أكبر المقابر الإسلامية في بيت المقدس. سماحة الشيخ عكرمة صبري. مقبرة إسلامية، مقبرة تاريخية، مقبرة حضارية، لأنها تضم رفات عظام المسلمين، تضم كبار الرجال من الصحابة والتابعين والمجاهدين والحكام الذين حكموا مدينة القدس. رجح تاريخ الدفن الإسلامي في مقبرة مأمن الله ما قبل الصليبيين، فعند